عايز منور الدنيا ومنور طبعا مع المدام. انا عايز اعرف هي مبدئيا كده من في رمضان واكل كانت بتطبخ لك ولا لا؟ لا لا لا، رمضان رمضان يا والدتي هي اللي بتطبخ لنا. اه ما بتعرفيش تطبخي ولا ما بتحبيش ولا ايه؟ حماتي اكلها تحفه، هي بتطبخ هي بالواجب، انا ما بعملش. الاكل الاجنبي كده بتحبيه اكتر ولا المصري عجبك؟ لا عجبني المصري حلو. كيكه المحشي والملوخيه وبتاع كله. عايز اقول لك اكتر مسلسلات عجبك السنه دي ايه؟ يعني والله الموسم ده من المسلسلات قليله فواخده تركيز كويس واغلبهم حلو، بس مسلسل ياسمين صبري حكايتي ممتاز، محمد رمضان زلزال مصر كلها بتدور على 300 متر معاه، دنيا سمير غانم قصة الثلاث مسلسلات حواديت مع بعض في شهر رمضان دي مميزة وحلوة بتكسر الملل شوية. بنتكلم بشكل أكبر عن زلزال، أكتر حاجة عجبك فيه وموضوع 300 متر ده هنتبرع ونخلص ولا إيه؟ يعني أنا لا، في زلزال عامة أنا بحب محمد، عنده قصة التحول في الشخصية من أول 10 حلقات لآخر 10 حلقات حلو. ما يعني انك في 30 حلقه ان يبقى في تحول في الشخصيه فيزيكلي في الشكل وفي الاداء، وده حاجه مميزه. استاذ ماجد المصري طبعا تفوق على نفسه، استاذ ماجد انا اشتغلت معاه في قصه حب فعامل قمه الرومانسيه، كاتب رومانسي ودلوقتي في زلزال عامل راجل جاحد يعني، فاساتذه كلهم والمسلسل اكتر من رائع. هيثم انت الناس اللي بتنتقدك على الفيس بتحط ردهم وترد وبتعمل جو كده، ما بتزعلش ولا بتتضايق؟ لا انا رخم. لا هقول لك، يعني انا لما بكون رايق يعني مش مشغول في حاجه بقعد ارد على الناس، يعني لما بكون مشغول ما بردش. بتجهز ليه الفتره اللي جايه؟ خلاص اخيرا الحمد لله من بعد سنتين او 3 سنين شغل البوم يوم 30 بيتماستر دلوقتي، وباذن الله هينزل مباشره بعد دوره الامم الافريقيه، يعني كان متوقع في العيد بس طبعا قلنا دوره الامم اهم من الناس تركز معاها، ويا رب يلاقي استحسان على قد المجهود اللي اتبذل فيه يا رب ان شاء الله. ميرسي قوي، شكرا جزيلا، ميرسي.